انا في العمليه وهما ما كاينش واحد راه كيديروا عمليه لواحد الانسانه بحال كيديروها لشي حيوان حاشاك ولا كيهضروا مجمعين يعني راه ضروري غيطرا شي خطا مجمعين وراسهم وحده دكتوره كتشوف دكتوره حيت انايا غير النص ودير ليا هذاك كنشوفهم تنشوف وجههم حيت هما راه قريبين يعني اصلا الدكتور قال لي راه تزلقي ديري غير شي حركه الشغل في الدار اللي كيدير اي مراه راه تزلقي راه غطيح حيت قاصحه ماشي غير رطبه تقيسها ورطب قاصحه كي الحجره الا وركت عليها كترد ليا يديا يعني ما غاديش ندخل يدي وتدخل وتخرج قاصحه كي الحجره يعني قال لي طيحي عليها حيت قاصحه راه غتفرقع وتشوفي واحد المنظر اللي غتندمي عليه حيت عطلتي في العمليه هي بدات كتدي فيا وكتجي فيا كتدي فيا هي ما حاسه راه كنعاني من الوجع راني ما قاداش نبقى نمشي ونجي كتبغي غير تسكتك وكتبغي تغاضى على داك الخطا الطبي اللي داروا كتقول لي العمليه ديالك بخير هذه هي اول حاجه كتقول زعما راه انا ما درت لك حتى شي حاجه ديك الساعه ما فهمت والو انا كنطيقها كنمشي كتقول لي شنو كنخرج بحالاتي كنقول اهلي غاز هادو الناس برا اللي تلاقات معايا واش انت حامله ما كنقول لهم هادو لي غاز قالت لي الطبيبه قالت لي لي غاز ما كيوصلوش لهاد الدرجه ديال انك تولي بحال هاد الشكل هذا حيت كنمشيو لهم كنمشيو كنجيو كنمشيو دوز عام كيعطيوك رانديفو ديال عام عامين طرطقي موتي اللي بغى يطرى لك يطرى لك هادشي علاش كنلتجؤ للمحسنين حيت المحسنين هما اللي كيلبيو كيشوفوا في وجه هذاك المسكين وكيحسوا بالمعاناه الدوله ما كتحش بينا ما عرفاش باننا كاينين كاع حنايا حنا هاد الطبقه يعني هاد الطبقه ديالنا ما كيحسوش بان كاع كاينين حنا فوق الارض متابعة أشواق تي في مرحبا بكم المصحات الخاصة نعود متابعة أشواق تي في كنحييكم مجددا كنعرفوا بأنه السبيطارات اللي كيكونوا بخيفي أو المصحات الخاصة مؤخرا ولو فقط الهم ديالهم أنهم يجبدوا الفلوس من المريض اون فوا كيديروا لي واحد العملية وكيطروا واحد الخطأ طبي ما كيبقاوش باغين يتحملوا مسؤولية داك الخطأ الطبي فالأخت فاطمة الزهراء كان عندها فقط واحد الفتق صغير اللي كيشكلها فقط واحد الوجع اللي بسيط بزاف فكرت أنها واحد النار تهنى منه بصفة نهائية والتجأت لأحد المصحات الخاصة باش تهنى من هذا الفتق وتحيده فور أنها حيدت هذا الفتق هذا بدأ كيطرى عندها واحد الانتفاخ اللي هائل يعني تقريبا ولات كتبان انها حامله اللي تلقاها في الطريق كيقول لها واش انت حامله فالتجأت لذاك المصحه اللي دارت لها عمليه وبغاتهم يديروا معها واحد الحل لكن دائما تيقولوا لها فقط لي غاز غير يعني غير الغازات هما اللي كيتسببوا لك في هذا الانتفاخ لكن الحقيقه ان العضله ديالها يعني تمزقات وتقلصات وطلعت للفوق ولقاو الامعاء فقط حبسهم واحد الجليده اللي رقيقه ديال المائده فديك الجليده يقدر يجي واحد النهار الا قدر الله تمزق ديك الجليده والامعاء ديالها غادي يخرجوا لبرا يعني الامعاء ديالها غتولي تشوفهم قدامها فكتنجدكم متابعينا الكرام انكم تساعدوها ولو بالقليل انها تجمع مبلغ 8 مليون اللي كتشمل جوج عمليات باش تسترجع العافيه ديالها وتسترجع الاجواء الاسريه اللي كانت كتعيش سابقا مع الابن ديالها وتستطع انها تدي الابن ديالها للمدرسه يقرا وتوفر ليه الغداء والعشاء والفطور ديالو وانها تكفل بالامور ديال الدار
متشبهينا الكرام، للمزيد من التفاصيل غنخليكم مع الاخت فاطمه الزهراء. اختي فاطمه الزهراء، عاودي لينا القصه ديالك الكامله مع المرض ديالك ديال الفتق اللي خلاك انك توجهي لديك المصحه وتقومي بعمليه جراحيه. السلام عليكم. المهم يا اخي، انا شطره ليا شي واحد النهار جاني الوجع هزوني المصحه. المهم مجرد ما وصلت المصحة قالت لي الدكتورة غادي ديري العملية. قلت لها امتى؟ قالت لي غدا في الصباح رجع اجي. يعني داغي، ما كاين لا تحليلات لا راديو لا حتى حاجة. مشيت عندها الغد مع 8 الصباح، صافي شافت البناج، داروا لي البنج. المهم داغي داك الشيء طرا، درت العملية، رجعت بحالتي، جلست ما كملتش نهار. المهم من 12 حتى 12 24 ساعة اللي جلست. رجعت للدار صافي كنشوف انا كرشي من فوقها، كنشوف كرشي من فوخه، وكان هضرت معها في التليفون قلت لها كرشي من فوخه، قالت لي لا ماشي مشكل داكشي عادي. بقيت على داكشي عادي، سير 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 حتى كملت 15 يوم نايضه. انا كنوقف كنتمشى كنمشي ونجي، كنمشي كنصواني عندها كتقول كلشي بخير. المهم انا ما جيت كملت 15 يوم حتى كنشوف من تحت المعده بدات كتخرج لي واحد بشحال شكل كره، بدات كتنفخ. صافي انا مشيت عندها قلت لها الطبيبه شوفي شنو طرا ليا شنو طرا ليا. كتقيس ليا كرشي تتقول لي راكي بخير وعلى خير، ما عندك حتى حاجه، العمليه ديالك بخير. كنرجع بحالاتي، مشيت ثاني بديت كنتنفخ اكثر، ولا النفخ كيهبط ليا لتحت. مشيت رجعت عندها قلت لها الدكتوره شنو فيا شنو فيا، عاوتاني قالت لي ما كاين والو. خرجت لي ورقه عامره بالدواء، جيت شريت الدواء تنشربو ما كاينه حتى نتيجه، حتى لقيت كرشي ولا تتبان بزاف. صورتها ليها صيفطتها ليها قالت لي اجي. مشيت عندها صيفطتني عند واحد الدكتوره الصديقه ديالها قالت لي سيري ديري الراديو. مشيت درت الراديو، فاش جبت لها داك الراديو شافته قالت لي الراديو بخير وعلى خير، ما عندك حتى شي حاجه، اي لي غاز اللي عندك نافخي لك كرش هكايا. رجعت انا بحالاتي بديت اخر مره قالت لي شري العشوب. شريت العشوب، شريت تقريبا شي 7000 ريال ديال العشوب. بما انها بغات غير تسكتك، بغات غير تسكتني، بغات غير صافي تهنا مني باش ما بقاش نمشي نبرزطها، ولكن ما كايناش النتيجه. واخا كتعطيني الدوايات وداك الشيء ما كنشوفش، انا ما كنبراش، انا غاديه وكنتزاد كنتنفخ كثر. صافي رجعت بحالاتي قلت غنلتجأ لاطباء اخرين كاع نحيد منها، يقدر عارفه شي حاجه وما بغاش تقولها ليا. مشيت انا عند واحد الدكتور اخر، دخلت عنده هضر معايا تنهضر معاه، قال لي واش انت حامله؟ قلت ليه لا ماشي حامله. قال لي طلعي. طلعت دوز ليا غير شاف الفتحه ديال العمليه، قال لي شكون فتح لك؟ قال لي وفين كلينيك؟ قلت ليه كلينيك فلان والدكتوره فلان. هو يقول هو يسكت، ومشى واحد الدقيقه هو جالس في الشرجم تا فكر مع راسه ورجع قال لي بنتي فاطمه انا راه ما فهمتش، رغم ان الدكتور ديالي هو من صغري هو انا كنمشي عنده وعارفني. وقلت لي قال لي بنتي فاطمه راه انا ما عارفش شنو عندك، ما فهمتش شنو هذا الشيء ديالك هذا النفخ هذا، علاش فيك؟ كون سكت يقدر يقول لي شنو عندي. ولكن لما هو سولني انا جيتو بصراحه قلت لي سميت الكلينيك وسميت الدكتوره، وهو تيفتح في ديك الكلينيك، هو تيفتح فيه حيت فاش بحاتو داكشي لقيتو هو تيمشي لديك الكلينيك تيفتح فيه، حتى هو تيجي من تما كيستقبل الناس وكيمشي يفتح ليهم تما. صافي انا جيت بحالي قلت بقيت كنبكي مع الهبطه، بكيت قلت ليه فاش دكتور ما فهمش شنو عندي، كي غندير انا نفهم شنو عندي؟ اشنو عندي؟ بقيت حايره، كرش منفوخه كنشوف فيها، وانا يا اش غادي ندير اسيدي ربي؟ رجعت للدار سير ثاني داز شهر اخر وانا بنفس الحاله، قلت غنمشي نخرج كاع من منسله. مشيت للدكاتره ديال الرباط، مشيت عند واحد الدكتوره اختصاصيه في الجهاز الهضمي، شافت المهم دوزات ليا قالت لي عندك شي مشكل في العضله ولكن خصك سكانير باش نتاكدوا. قالت لي العضله ديالك ما بقاتش خدامه. يحاولوا يعطوك راس الخيط شنو كاين؟ حاولت تعطيني راس الخيط، واخا كاينه حتى هي خرجت لي الدوايات، جيت شربت ما كاين حتى شي نتيجه. مشيت عاوتاني عند واحد الدكتوره اخرى، عاوتاني نفس الشكل، بمجرد ما سمعت الكلينيك بمجرد ما سمعت صافي انا يأست كيسمعوا الكلينيك. انا زعما ما بغيتش نكذب، هما تيقولوا لي اين كلينيك، كنقول لهم السميه ديريكت، ما كنبغيش نكذب، خفت لا يحصلوا فيا نكذب نقول لهم ماشي كلينيك، نقول لهم شي بلاصه اخرى ويقولوا يعطيني شي وثيقه بانك راكي فتح فين فتحتي باش يتاكدوا هما فين فتحت. صافي انايا ما جيت بحالاتي اخر مره، نصحوني شي ناس قالوا لي سيري عند واحد الدكتور راه ما عندوش العلاقه مع داك الكلينيك. مشيت عنده داك الشيء اللي كاين، مجرد ما فات ما شافني هو بلا كاع ما قاصني قال لي انت باينه فتحتي طرا لك شي خطا في الكرش ديالك، حتى تسبب لك حتى خرجت لك الكرش بهذا، حيت اللي شافك راه يصحابو حامله الشكل ديال راكي كاع. قال لي قربتي تولدي. انا شخصيا نهار شفتك اول مره بنتي لي حامله، سولتيني قلتي لي واش حامله. المهم صافي
مشيت قال لي يا سيري دير هذا الراديو. مشيت درت الراديو، جا الراديو باين اصلا السيد اللي دوز لي الراديو قال لي شنو عندك شنو عندك. والراديو الاول اللي دوزت لي هي كتهزو كتشوفو قالت لي غير لي غاز لي غاز. والراديو من بعد تقريبا شي شهر ونص ولا شهرين هكا درته، قالوا لي شنو عندك شنو عندك، راه عندك تمزق عضلي، راه الفتح الاولاني تسبلك في التمزق ديال الفوق. يعني الطبيبه وريتيها الراديو ديال التمزق العضلي وشافته وعرفت شنو عندك، ومع ذلك قالت لك غير لي غاز. هي صيفطتني عند الدكتوره، هزات التليفون عيطات ليها راه غنصيفط لك واحد السيده ها هي جايه عندك دابا. انا مشيت عندها، فهذيك الدكتوره كدوز ليا وهي تقول كل شيء بخير، الله من بدات تدوز ليا وتتقول لي كل شيء عندك بخير. يا صديقه قالت لي صديقه ديالي سيري عندها. صافي انا جيت بحالتي من عندها الطبيب، بقيت كنفكر اش غادي ندير اش غندير. صافي ولات الحاله ديالي غادي عرا عام ولا تنشوف الحاله ديالي هكا، حتى بديت كنقلب مشيت للدار البيضاء بديت كندوز عند الدكتور. والمهم قالوا لي دوك جوج دكاتره جوج غندخلوا للبلوك في نهار واحد غنديروا لك العمليه، حيت عندك جوج، عندك ديال عندك فتق وعندك التمزق ديال العضلي كامل. قال لي الجلده وحده اللي بقات لك على برا هي اللي شاده لك المصارن. في الاشاره اختي فاطمه الزهراء، العمليه الاولى اللي درتيها قبل ما يكون عندك التمزق العضلي علاش درتيها؟ عندي فتق صغير في البوط. يعني كان عندك مشكل عادي؟ عادي صغير بسيط، الصوره ديالي خرج فيها شويه ديال الفتق. صافي كنشوفو ما عاجبنيش فيه الحال وكيبقى بمره مره هكا الوجعي مره مره. الا درت شي حركه وهزيت شي ثقوله ولا المهم هزيت هكا ولدي اللي كنحس بدك الوجع كيمشي عاوتاني. وانا قلت بلاتي نمشي نتهنى كاع من هاد شويه الوجع اللي كيجيني مره مره. فمشيت شفت هكا في كرشي قالت لي صافي غدا رجعي. قلت لها غدا نيت دكتوره راه باقي ما وجد. قالت لي غدا غديري لي واحد التحليله وحده اللي غادي ديريها لي، غديريها لي ديريها في السكانير على حساب يمكن الكلوة ولا ما نعرفت شنو. صافي هذاك الشيء ما سكانير راديو شي حاجه اخرى ما طلبتهاش ليا. صافي دخلت للكلينيك درت داك الشيء اللي غادي ندير. الغد فتحات ليا هضروا مع البناج، المهم كلشي تسربا بحال الا غير سديت عيني وحليتها ولقيت العمليه درتها بدون ديري هادي وديري هادي نشوفوا شنو عندك نشوفوا فين واصل الفتق فين كاين. المهم داغي وداك الشيء ديال الزربه سبب لي هذا المشكل. يعني عمليه جراحيه ديال 4000 درهم ديال 4000 درهم ومن فوقها بان انا حيت بنجوني غير النص انا في العمليه وهما ما كاينش واحد راه كيديروا عمليه لواحد الانسانه بحال كيديروها لشي حيوان حاشاك ولا كيهضروا مجمعين يعني راه ضروري غيطرى شي خطا مجمعين وراسهم. وحده دكتوره كتشوف دكتوره حيت انايا غير النص ودير ليا هذا كنشوفهم تنشوف وجههم حيت هما راه قريبين. كنتي بكامل الوعي ديالك؟ كامل الوعي ديالي بنجي ليا غير النص ديالي وتنشوف شنو كاين مجمعين وتيهضروا وبالصفر غيطرى بالصيف غادي يطرى ديك الخطا. واحد الانسان ما مركزش مع العمل ديالو ما مركزش مع الخدمه ديالو راه هادشي اللي غادي يطرى. اختي فاطمه الزهراء شحال دابا وانتي كتعاني مع هاد الانشفاخ؟ من شهر 8 ديال العام اللي فات، شهر فوق شهر 8 تقريبا شهر 9 بدات المعاناه ديالي. يعني كرشي كانت لاصقه، كرشي ما كان بها والو، كانت حياتي عاديه كانت تمشى عادي. دابا ما بقيتش كنقدر نتمشى، هذا هو اللي انا ضرني ما بقيتش كنقدر نتمشى. والمشكل الثاني هو انني خايفه هذاك الوليد شي نهار انا وياه في الدار بوحدنا نزلق ونطيح ويشوف واحد المنظر ديال قدامه ديال المصارن. يعني شي واحد كتشدد انا كتشد نتبوريشه من نفسي نخاف نزلق ونشوف انا داك المنظر انا وولدي. يعني اصلا الدكتور قال لي راه تزلقي ديري غير شي حركه الشغل في الدار اللي كدير اي مراه راه تزلقي راه غطيح حيت قاصحه ماشي غير رطبه تقيسها ورطب قاصحه كي الحجره الا وركت عليها كترد ليا يديا. يعني ما غاديش ندخل يدي وتدخل وتخرج قاصحه كي الحجره. يعني قال لي طيحي عليها حيت قاصحه راه غتفرقه وتشوفي واحد المنظر اللي غتندمي عليه حيت تعطلتي في العمليه. بغيت نفهم من كلامك بانه بقات عندك فقط واحد الجليده رقيقه هي اللي مصبراك دابا. هي اللي مصبراني وحده. هذيك الجليده الا فرصتي عليها شي نهار غادي تمزق والامعاء ديالك غادي يخرجوا. هادشي علاش اصلا الدكتور اللي دوزت عنده قالوا لي غندخلوا حنا جوج دكاتره البلوك حيت عندك العمليه الاولى مجرد ما يعني غيفتحوا لي الفتحه الاولى قال لك غنلقاو المصارن قدامنا. يعني ما غنلقاش قال لي هذاك الدكتور العضله قال لي ما غنلقاش كندير ندوز حتى العضله
قال لي حيت المصران ديالك صافي الجلده وحده اللي بقات يعني حتى العضله اللي كانت كطاكي شي شويه ما بقاتش يعني تقلصات طلعت للفوق طلعت للفوق حيت داك الشيء بدا كان بدا ليا من تحت المعده اذا داك الشيء طرا ليا شي حيت انا فاتحه لتحت فاتحه الصره والمشكل اللي بدا من تحت المعده بديت كنطفخ من تحت المعده هادشي علاش كنشك كنقول انها لو كون جاتني الصراحه نقدر ما غاديش نشك فيها نهائيا كون قالت لي راه شنو اشنو لاله راه كنت تطفر راه العمليه ديالك طرا ليها شي مشكل اولا هي بدات كتدي فيا وكتجي فيا كتدي فيا هي ما حاسه راه كنعاني من الوجع راني ما قادش نبقى نمشي ونجي والترونسبور خصني شي طاكسي صغيره خصني طاكسي كبيره عاد باش نوصل ليها عاد الدروج عاد المهم شي تما راه هي ما حساتش بداك الشيء كله غير اجي عندي مجرد ما كنعيط لها دكتور انا تزدت نفخت نصيفط ليها التصويره حيت عندي المراحل ديال النفخ كنصورت المرحله الاولى وصورت الثانيه وكنصيفط ليها التصويره كتقول لي اجي عندي لا غدا غدا كوني هنايا نكون غدا الغد عندها ما كتعطيني حتى حاجه لي غاز وانا يد لي غاز ما كنحسش بهم ما كنحش انا بضرني المصران والدويات ديال لي غاز كلهم خرجاتهم ليا الدويات داك ديال الفخار لا ساشيات سيرو المهم كلشي دوك الدويات خرجاتهم ليا ما كاين حتى نتيجه كنضل كنشرب مين كنحل عيني وانا كنشرب كتبغي غير تسكتك وكتبغي تغاضى على داك الخطا الطبي اللي داروا اي كتبغي تغاضى كتبغي اصلا بمجرد ما كنوصل عندها كتقول لي العمليه ديالك بخير هذه هي اول حاجه كتقول زعما راه انا ما درت لك حتى شي حاجه ديك الساعه ما فهمت والو انا كنطيقها كنمشي كتقول لي شنو كنخرج بحالاتي كنقول اه لي غاز هادو الناس برا اللي تلاقات معايا واش انت حامله ما كنقول لهم هادو لي غاز قالت لي الطبيبه قالت لي لي غاز ما كيوصلوش لهاد الدرجه ديال انك تولي بحال هاد الشكل هذا لي غاز كتولي واحد شويه ديال الكرش ولكن كتفش مجرد ما كترتاحي كتفش اولا شربتي شي دواء كيهبط داك الشيء كتولي مرتاحه وانت كتشربي الدوايات اللي غازو ما عندك حتى نتيجه وغاديه بالعكس كتزادي لا ما قمتيش اختي فاطمة الزهراء بشي متابعه قضائيه ما كرهتش كلشي الناس قالوا لك حنا غادي نمشيو معاك غنغوتو قلت لها شنو غنديروا الا غوتنا اشنو غادي نقضيونا اسمعنا يا اخي اصلا شحال من واحد طرا لي خطا طبي نيت كيبانوا في يوتيوب وفي القنوات تيقول لك حنا تابعناه قضائيا تيقولوا لك اللي عجبك ديري الدكتورة أو الدكتور تيقولوا لنا ديري اللي عجبك وأنا شفته ما استفدوا والو مجرد طلعوا وهبطوا وأنا ما قديتش على طلع ولا بيت بكل صراحة مش أنا قدام كنمشي كل نهار للمحكمة وما كنقدرش نمشي حتى 100 متر نتسخر نجيب الحاجة الضرورية اللي هي ديال المعيشة ما كنقدرش نخرج نجيبها فشنو الحل الوحيد باش تسترجعي الحياة الطبيعية ديالك اللي كنتي فيها الحل الوحيد لأن أنا دوزت ومشيت لواحد الكلينيك قالوا لي احنا مستعدين من غدا غنفتحوا لك قالوا لي 100 170 حتى المليون نديروا لك بها العمليه ولكن قال لي الدكتور نقول لك راه ما غتنجحش لك حيت خصها تجمع لك خصها العضلات ترجع لبلاصتها العضله مضروبه لك مقيوسه خصها ترجع لبلاصتها تجمع لك باش المسار قال لي تجمع الطبقه الاولى الثانيه احنا معروفين عندنا ثلاثه قال لي هادوك خصهم كلهم يتجمعوا عاد غنتكلفوا بالفتق قال لي ولكن ما غاديش تصدق لك ما غاديش تنجح صافي فاش قلبت وقلب لقيت بان واحد الدكتور قال لي انا غنتكلف لك بالفتق بمليون 10000 درهم والدكتور الاخر اللي غيتكلف لي بالعضله وبكل شيء يعني كلشي ردها كيف كانت 7 المليون يعني المجموع هو 8 واحد مليون وواحد 7 ونفس النهار ونفس اللحظه قال لي كندخلوا كلنا للبلوك قال لي انا غادي بمجرد ما نسالي الخدمه ديالي مع النصران قال لك غيبدا الدكتور الاخر باش يجمع لك العضله الاخت فاطمه كان لك خروج اعلامي على احد المجلات اللي كيهتموا بالشان ديال النساء وجهتي النداء ديالك للمحسنين لقيتي شي تجاوب لقيت شي تجاوب من ولاد الناس شي وحدين نقول لك شي تقريبا ثلاثه ديال الناس اللي عيطوا ليا كله باش ما قسموا الله يعني الثمن ديال التحليله جبتها التحليله اللي خرجوا ليا والدواء اللي غنشرب قبل العمليه ولكن الثمن ديال 8 ضحكوا عليا الناس والناس الله يهديهم والله يسمح ليهم سببوا ليا طلع ليا الاكتئاب لواحد الدرجه كنت كنشرب نص حبه يعني بديت كنقص
وليت شربت حبه كامله. وليت كنتي كتشربي مضادات الاكتئاب؟ مضادات الاكتئاب بسبب يعني كنشوف كلشي ما كنشوف راسي غاديه كنتعوج في الطريق، كنشوف الناس بانهم تيقولوا لي انت حامله، واش حامله واش حامله، يعني غير كثرت واش حامله واش حامله. صافي بديت نقول لهم انا ماشي حامله انا مريضه. صافي فاش كنبدا نعاود لهم قصتي كنحس براسي كنرجع ثاني لذاك النقطه اللي بدا ليا منها الاكتئاب. ومهم انا كنت بديت كنقص الدواء هاد الايام هذا، فاش بدا بنادم تيعيط ليا وتيضحكوا عليا قال لك شي وحدين قالوا لي نتكلفوا لك بالعمليه. العمليه بكاوني اقسم بربي لا بكيت كنبقى ندخل، حيت انا ما عمر دزت في هذا، ما عمر اخويا انا حسيت بهذا الشيء، عمرني قلت ربي انني غادي ندوز شي نهار في هاد القنوات ولا غادي نقلب. كنت انا واحد الانسانه كنجلس في الركنه تنشد التليفون ديالي ونبدا نقلب وكنشوف الناس المعاناه ديالهم، كنشوف الناس مريضين محتاجين تنقول الله يحسن العوان، ونكتبت انا شي تعليق الله يجيب لكم الشفاء. عمر الدنيا صعيبه، الدنيا دواره، والدنيا الدنيا حتى واحد ما تفرحوا الصحه ديالو، حتى انا كنت انسانه عاديه ما خصني حتى شي حاجه. ما عمر دارت ليا ان غنحتاج 8 د المليون، حيت دابا 8 هي اللي جاتنا صعيبه، صعيبه بزاف انني نعطيها. ما هي مليون، ما هي جوج، هي 8. وباش هذا باش تنجح ليا العمليه، الا ما درتش ديال 8 درت ثاني غير ديال نفس الشكل اللي دارت ليا، غدا غادي ثاني نتفرقع، حيت الكرش ديالي ما بقى حتى حاجه خدامه فيها، حتى وظيفه ما بقات خدامه مزيان، يعني باش نقضي حتى مصاري كنحس بهم، غير كتوصل الماكله كنحس بحال محزومين، بحال حتى حاجه ما بقات، حيت شتتو كنحس حتى حاجه ما بقات بلاصتها، كلشي كنحس به مخلط. وحتى انا وكنرد كنرد بزاف، وهذاك الردان حتى هو قهرني. مجرد ما كنحس توصل الماكله للكرش ديالي تنحس بديك الوجع كنمشي نجري ديك الساعه، يعني لا غدا كيبقى لا فطور لا العشاء حتى شي حاجه، يعني بحال دانون اللي كيقدر يبقى، دانون هذاك السائل اللي ما كيعذبنيش هو اللي كيبقى، اما شي كلشي الحاجات الاخرين حتى نردهم. والمهم اخويا حتى انا كنت قلت لك كنتفرج وتنشوف المعاناه ديال الناس وتيبقاو فيا وتندوز تنقول يا ربي السلامه، كنحس ديك الساعه فاش تنقول يا ربي السلامه بحال ما عمرني غنتحط في الموقف ديال صحتي غتمشي ليا، ما عمرني انا كنقول مستحيل انني نبان في قناه اولا اولا اولا، راه غادي نحتاجها ولا غنطلب غنجلس هكا ونطلب شي محسن اولا محسنه تكلف ليا بالعمليه. دابا هذا الشيء اللي كنطلب، كنطلب انا عرفت كنقول بكل صراحه يا اخي حنا يا ربي تسمح لينا كثرنا، ما بقيناش كنطالبوا الدوله اولا كنطالبوا هاد مستشفيات ديال الدوله، حيت كنمشيو ليهم كنمشيو كنجيو كنمشيو دوز عام كيعطيوك رانديفو ديال عام عامين ترتقي موتي اللي بغى يطرى لك يطرى لك. هذا الشيء علاش كنلتجئوا للمحسنين، حيت المحسنين هما اللي كيلبيو اللي كيلبيو كيشوفوا في وجه هذاك المسكين وكيحسوا بالمعاناه. الدوله ما كتحش بينا، ما عرفاش باننا كاينين كاع حنايا، حنا هاد الطبقه يعني هاد الطبقه ديالنا ما كيحسوش بان كاع كاينين حنا فوق الارض. والمحسنين كنلتجئوا لهم كنتمنى من الله يسمحوا لينا، حيت كثرنا عليهم بزاف والمرض كثر والانسان كضروا صحته كتقهروا صحته. كاينوض كيطلب القناه باش تجي باش يطالب فيها شي محسن حنين اولا محسنه تحن فيه ودير ليه ديك العمليه اولا تعطيه تكلف ليه بالمصاريف ديال غير الماكله. كاين اللي كيطلب دابا غير بغى غير ياكل ويشرب. المهم تنطلب منهم المسامحه، حيت والله العظيم غير هاد الايام هادي من مور ما درت داك الفيديو وكنتفرج وشت معاناه كل نهار كيتلاحوا ثلاثه اربعه ديال الفيديوهات كلهم معاناه ديال المرض واخطاء بزاف اخطاء طبيه كثيره. هاد المهم هاد الشهور هذا كاينين اخطاء طبيه كثيره ديال المستشفيات الخاصه، حيت المستشفيات ديال الدوله ما كيستقبلوناش داغي، كيبداو يمرمدونا كيبداو يخليوك سير دير هادي دير هادي هنا دير هادي هنا دير هادي هنا، فكتلتجئ وكتطلب بانك ديرها على الله وعسى، اما تصدق اما ما تصدقش يعني في مستشفى ديال في المصحه الخاصه. يكون غير الخير ان شاء الله اختي فاطمه الزهراء، وان شاء الله تسترجعي الصحه ديالك والابن ديالك حتى هو يسترجع الاجواء الجو الاسري اللي كنتو عليه من قبل. فشنو رسالتك الاخيره للمحسنين اللي يقدروا يتساعدوا معاك انك تجمعي مبلغ 80 الف درهم او 8 المليون باش ديري العمليه وتردي الصحه ديالك؟ المهم اول حاجه نسبقها هي انهم يسمحوا لينا
بزاف بزاف حيت كثرنا عليهم والله يجازيهم بالخير. وهم اللي كاينين، هم اللي كيعاونوا الناس، هم اللي كيرحموا الناس، هم اللي كيعتقوا الناس، عتقوا شحال من واحد الله يجازيهم بالخير. تنطالبهم حتى انا من هاد يعني شي واحد، شي محسن اولا محسنه يشوف فيا من هاد الفيديو هذا ويعيط ليا ويفرحني ويقول لك انا جايه عندك اولا غادي، المهم بغى يجي عندي مرحبا بي، يشوف كل شيء ويديني هو اللي بغى يتكلف المهم بيا، اللي بغى يحج كاع شي وحده اولا واحد بغاو يحجوا والله العظيم الا دايز فينا الحج لانه غيعتق الروح. المهم كنطلب محسنة تعاوني وتكلف لي بالعملية ديال 8 ديال المليون والله يجازيها بالخير. وكنتمنى ربي يخلي ليها أهم حاجة، ولا يخلي ليه أهم حاجة هي الصحة ووليداته، يشوفوه بصحة ويكبرهم بخير وعلى خير ويكونوا عايشين في واحد الأجواء بخير وعلى خير، لأن أهم حاجة هي الصحة. أنا وليت كنشوف من نهار رجعت صحتي اللور كنشوف أهم حاجة هي الصحة، حيت الصحة كتمشي كتعرق الحياة ديالك، ما كتقدر مازال تمارس الحياة اليومية ديالك، ما كتقدرش مازال تمارسها وما بقيتش قادة أنا نمارسها. أكيد أكيد الإخوان ديالنا المغاربة شفعاء رحماء مع بعضهم البعض، كيبغيو الخير لبعضياتهم وكيتعاونوا مع بعضياتهم. متتبعينا الكرام كنتمنوا منكم أنكم تساعدوا أختنا فاطمة الزهراء أنها تجمع مبلغ 80,000 درهم، 8 المليون اللي كتشمل جوج عمليات باش تسترجع ولو واحد الفترة قليلة من الحياة الأسرية ديالها السعيدة اللي كانت كتعيش من قبل. حاولوا إلا قدرتوا تساعدوها فقط بمبلغ 50 درهم وقطرة قطرة تحمل واد. متابعينا الكرام كنتم مع فهد رجيل من مدينة سالة، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.